الناس وهي بتتفرج، انا اسف سامحني، طبعا الناس وهي بتتفرج هي مالهاش دعوه بالكلام ده. انا شاب وعايز اعمل مشروع وبسمع الكلام ده كتير ومفيش حاجه بتتم، ولا قالوا لي تدريب ولا قالوا لي حاجه. ده الاهلي جاب الجون التاني، مبروك. الله يبارك فيك يا رب، احنا نجيب الجون بقى ان شاء الله. مصر محتاجه تجيب الجون. الجون دلوقتي ايه هي المشكلات الحقيقيه التي يجب، وخليني اسال الاستاذ معتز طبعا رئيس لجنه الصناعه في البرلمان، عملت اجتماعات كبيره لمناقشه ازمات المستثمرين. تمام. الناس عايزه تعرف الحل. طب بص، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا يعني قطاع الصناعه في مصر مهم جدا كقطاع التنميه. احنا طبعا عندنا مشاكل كتير جدا. حضرتك اما نتكلم نرجع بتاريخ شويه ل 2015 وجيت تتكلم في الصناعه، ولا عندي بنيه تحتيه، ولا عندي طرق، ولا عندي كهرباء، ولا عندي الهواء. بقى عندي كهرباء وبقى عندي طرق، وكانت الدوله عندها رؤيه وعملت ده وبتتعمل ده. تمام. ايه المشاكل بقى؟ انت عملت الصعب. عملت الصعب، جينا في السهل. السهل للاسف الشديد تتوقف على ثلاث حاجات. كويس. اول حاجه حضرتك، انت محتاج في مصر تتعمل حاجه اسمها خريطه صناعيه. تمام. زي اول اي دوله في العالم، وانا مطالب الحكومه بهذا الكلام من اول ما جيت في لجنه الصناعه. تمام. يعني ايه خريطه صناعيه حضرتك؟ ما ينفعش انا كمستثمر اشوف علاء بيعمل مصنع بيكسب او ما عامل زيه، احنا الاثنين هنخسر. فالمفروض الدوله دورها يبقى اورجنايزيشن. يعني حضرتك يقول لك والله انا السوق المصري محتاج صناعات 1 2 3، والصناعات دي ما فيهاش اوفر سبلاي في السوق. يعني اوفر سبلاي في السوق يعني ان الانتاج اللي عندي في مصر مش مكفيني، واعرف اصدره ويكون السعر بتاعه اقل من السعر العالمي، والا استورده يبقى ايه؟ يبقى ارخص لي. فبادئ زي بدا حضرتك، لازم يكون في خريطه صناعيه. انا كلمه لازم ده مال الحكومه. انت طيب. بتقول ايه الحاجات المشاكل؟ تمام. يبقى الحكومه مطالبه بعمل خريطه صناعيه. ايوه. واشك انها ما عندهاش خريطه صناعيه، تبقى مصيبه. انا بقول لحضرتك خريطه واحد. صناعيه واضحه. اتنين. يعني انت كممثل للنواب تقدمت. أيوة. بهذا الطلب. أيوة. للحكومه. ايوه. وردوا عليك؟ شغالين في الدراسه بتاعته. طيب كويس. تمام كده. ادي واحد. اتنين. اتنين، عمل قوانين موحده. ما ينفعش حضرتك، انا في القرن ال21 تمام، من وانا صغير بسمع موضوع القوانين المحدده. ما انا اقول لحضرتك والشباك الواحد. لا ما اقول لحضرتك مبنى فين وحكومه فين، بسمع الكلام ده بقالي 40 سنه. اولا حضرتك لازم يتم اعاده هيكله القطاع الصناعي بالكامل. بمعنى حضرتك ان انا دلوقتي حضرتك راجل مصنع، ولايه الارض بتوزع على ثلاث وزارات، ما بين التنميه المحليه، ما بين هيئه التنميه الصناعيه، ما بين وزاره الاستثمار، ما بين وزاره التنميه المحليه. قلنا يا جماعه ضموا الكلام ده كله تبع هيئه التنميه الصناعيه. الرد جه من الحكومه قال لك غير قانوني. ليه غير قانوني؟ لان هيئه التنميه الصناعيه على صد المال الارضي لازم يطلع قرار جمهوري. تمام؟ فنمره واحد حضرتك، لازم الاراضي الصناعيه تنضم، تنتفي ولايات جميع الوزارات تبقى معاها. تمام؟ انا ببتسم لسبب. البلد اللي فيها رئيسها بياخد القرار فورا ومهما كانت المعوقات تتعمل. ما انا بعرض لسيادتك اهو. انت بتقول ايه المشاكل؟ لسه بنتكلم في قوانين. انا بقول لحضرتك اهو. طيب تمام. انا بقول لحضرتك المشاكل ايه؟ طيب تمام. انا بقول لحضرتك ايه المشاكل؟ اوكي. اللي موجوده في القطاع الصناعي، واعتقد الزملاء ممكن يعيروا، واحنا شغالين فيها دلوقتي. تمام؟ تمام. ثالث حاجه والاهم من كده، ان انا لازم اعتمد في الصناعه بتاعتي على المواد الخام المصريه، اديها اولويه في التمويل. كويس. يعني المواد الخام بتاعتي انا اللي موجوده هنا قبل ما استورد استفيد بيها، اعمل لها قيمه مضافه وابتدي اصنعها واوديها. طيب. نعم. المفروض حضرتك ان برضه من ضمن الخطه اللي احنا مقدمينها وهنقدمها برضه في الحوار الوطني، اللي هو ضم الوزارات اللي هي الهيئات اللي فيها تضارب. بمعنى انا كمستثمر بروح اعمل في هيئه الاستثمار الورق بتاعي. جميل. واطلع لهيئه التنميه الصناعيه تعمل لي رخصه التشغيل، واروح ادور على الارض اشوفها مع مين. تمام. الكلام ده كله حضرتك لازم يبتدي يتحسن ويعني ينضم ويخلص. ده حق المشاكل الاساسيه. هنيجي حضرتك بقى لايه؟ للفرص الاستثمار. انا في دوله دلوقتي حضرتك، احنا كنا بنناقش الموازنه
بتاعه معهد التبين. ايوه معهد التبين ده معمول في 1958 وظيفته ان بيعمل دراسات علميه وبيعمل دراسات لعمل النو هاو و تشجيع الصناعه المحليه. نعم. لازم الدوله تزود ميزانيات المعاهد دي عشان تقدر تعمل لي نتيجه وحاسبه كل سنه اقول له حضرتك انا عندي مشاكل في صناعه كذا شوف لي ايه الدراسات اللي ممكن تعملها والنو هاو بحيث ان الصناعه دي نعرضها على المستثمرين يتم تنفيذها. انا بقول حضرتك ان الازمه الموجوده دي المفروض احنا حضرتك نستغلها لصالح الوطن ونبتدي نعتمد على نفسنا. بمعنى ان الازمات انت ما تكون ضهرك في الحيط هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تعمل اقصى ما يمكن عشان تعرف تصرف عليه طبعا يعني. عشان تعرف اعدي فاحنا نستغل هذا الكلام لازم نركز على البحث العلمي ونركز على النو هاو في المصانع في الحاجات الحكوميه اللي موجوده او لو هي مش شغاله انا لما نقفلها. لما بسمع سياده النايب كلمه يجب وكان لازم بعرف ان احنا واقفين عند نفس النقط القديمه. خلوني انا يعني انت بتقول لي انا 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 ما انا فاهم انا انا بس انا بس بقولك ايه عكس اتم السؤال انا مقدر هذا المشاكل جدا بس المشاكل. لما بقعد مع ثلاث قامات بنواجه ازمه حقيقيه وبنتكلم عن ازمات المستثمرين والصناعه كمثال مثلا والرئيس رئيس الوزراء طلع بكره يعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه اذا احنا امام نقطه مفصليه وهامه يجب يبقى كل المشكلات دي بيتم حلها فورا. فانا انا هطرح السؤال بطريقه تانية خالص على حضراتكم الثلاثه دكتور محمد